محمد، هرجع معاك. انت واحد من اهم اللعيبه في الكره الطايره، يمكن انت في مراحل نهائيه لحياتك، وبدليل ان انت بقيت مدرب يعني. بس جمهور الزمالك في وقت من الاوقات زعل منك، سبت الفريق رحت النادي الاهلي. انا عايز برضو ايه، انا بفتح الموضوع ده ليه، عشان برضو انت تقول وجهه نظرك للجمهور الزملكاوي اللي بيتفرج علينا، لان انت واحد يعتبر من ولاد النادي او أبناء النادي من ابناء النادي، فتقول من ست سنين سنين وانت في أنا النادي. في النادي خدت ازاي ده القرار؟ وطبعا انا عارف ان ده بيبقى قرار صعب جدا على واحد متربي جوه النادي. والله هي الظروف جت كده، وكان في مشاكل معينة حصلت معايا. فطبعا ده الكلام ده من 7 سنين يعني، طبعا مش حابب أذكر أسماء أو حاجة، عشان يعني أنا من لكن طبيعتي كان كتوم. ماليا لا لا لا، عمر ما كانت الفلوس، ما كانش موضوع لا. مادي خالص. كل اللعيبة عارفة ان انا مش موضوع ماديا خالص او حاجة. هي كانت حاجة زي تعامل كده، تعامل تعامل كان مع مثلا ناس سابقين يعني، سابقين. فحصل ظروف، فما يعني خدت قرار مرة خدت واحدة. قرار. وبعد الوقت الحمد لله قدرت ارجع تاني، وطلبت من النادي الاهلي ان انا ارجع بيتي تاني، وقلت لهم باللفظ انا عايز ارجع بيتي. فطبعا انا كنت حتى هناك بلعب معاهم على طول. عمري ما كانش في حماس ان انا العب قدام نادي الزمالك بالصوره اللي زي حضرتك، اما نادي ولاعيب بيروح من نادي تاني ما يقدرش يشجع. بس انا شفت محمد عبد المحسن بيلعب حماس غير طبيعي. ده لا بجد والله، انا حسيت ان هو كانه يعني مولود في النادي الاهلي. والله بتكلم جد يعني. عايز اقول لك حاجه، انا بحترم جدا اللاعب اللي بيروح من نادي لنادي ويموت نفسه واكل عيشه وكده، بس في ساعات بيبقى في تقدير للمعنى والبيت اللي اتربيت فيه، ان انا مش لازم ياو والحاجات ياو لا، الحاجات دي دي بتبين لك في حاجه غريبه. كلام حضرتك صح. دي حضرتك بقى مثلا يوسف، انا لعبته قدامه، ويوسف شاف ان انا ماليش في ما اقدرش اعمل كده يعني. انا ما حاولتش اعمل كده، عشان طبعا عشت عمر اخواتي وهم عارفين منعم كويس. فدي ما كانتش فيا خالص يعني. يعني كنت رحت كاحتراف ورجعت تاني الحمد لله بيتي، والحمد لله بحاول يعني اصالح جماهير نادي الزمالك باي طريقه باي طب ما انت بطوله. خدت بطولة الجمهورية اهو يعني من النادي حاولت الاهلي تحت 19 لا، سنة يعني. و3-0، وكمان يعني كان ياسين معايا، وكان حتى ياسين بيقول اول مره نكسب الاهلي 3-0. فدي طبعا ياه، في الناشئين دي حاجه كانت كويسه ما جدا، حصلتش قبل كده. ودي يعني سبحان الله جت بفتره في كنا في رمضان، وخسرنا اول ماتش في ال 19 سنه من الشام 3-2، كانوا غير موفقين، وكان يوم وحش بالنسبه لي. وتاني يوم على طول كان عندنا نهائي الدوري، والحمد لله كان امنيه حياتي اكسب دوري وجمهوريه مع بعض، تبقى اول مره تحصل كلاعب ومدرب مع بعض. فالحمد لله يعني حصل الاخفاق الاول، وطبعا اخفاقات في بدايه الموسم مع الدرجه الاولى. فكان الامل رايح في حته تانية خالص، ان انا مش هكسب حاجه خالص. فسبحان سبحان الله الله كسبت كل يعني، حاجة. وخدنا ثلاث بطولات يعني. هل بقى ما زلت مكمل كلاعب ولا هتتجه للتدريب بقى؟ يعني اكيد هيبقى الوقت الجاي في التدريب ان شاء الله، وهي حسب ظروف يعني. انا سايبها بظروف ربنا يعني. ان شاء الله الحمد باذن لله. الله.